مشاهدينا أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لكي نتعرف على أهم أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، شهدت مكتبة الإسكندرية بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات حفل الفنانة ماجدة الرومي. حضر الحفل اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، وأهدى الفنانة ماجدة الرومي مفتاح المدينة معرباً عن تقديره لها ولموقفها الداعم للشعب المصري. وأيضاً حضر وزير السياحة الأستاذ هشام زعزوع ومسؤولي القنصلية اللبنانية بالإسكندرية، كما حضر عدد من أبناء الجاليتين اللبنانية والعربية بالمحافظة. والجدير بالذكر أن أرباح حفل المطربة ماجدة الرومي خصصت لصندوق الأزمات والكوارث التابع لمحافظة الإسكندرية، بعد أن تبرعت الفنانة اللبنانية بأجرها لصالح الصندوق. قام مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بعرض 3 أفلام روائية للمخرج أحمد الغنيمي، فيلم الكهف، فيلم الشاطر عمرو، وفيلم بحري. الفيلم كان نتاج منحة من منتج في جنوب أفريقيا، واخدها من معهد جوتا وهوبرت بولس فاند. ده تمويل بيجي من مهرجان روتردام في هولندا، فالجهتين دول كانوا الجهتين الأساسيين في المنحة يعني. وقدمت السيناريو ويعني فوزت يعني دلوقتي روتردام الفيلم اتعرض فيه اللي هو في هولندا الدولي، ودوربن اللي هو في جنوب افريقيا، وسانتا باربرا ده في كاليفورنيا في امريكا. بحري اخد 3 جوائز، واحده منهم في مهرجان هامبورغ الافلام القصيره الدولي ده في المانيا مدينه هامبورغ. ده اخد جائزه احسن فيلم، واخد في المركز الفرنسي سي اف سي سي في المنيره اخد برضو احسن فيلم، ومعهد جوتا اخد برضو مهرجان معهد جوتا في القاهره اخد زي شهاده تقدير. شاطر عمرو كان اخد في معهد جوتا جائزه، فكان اخد المركز الثالث برضو في مهرجان معهد جوتا، كان قبله بسنتين تقريبا. الفيلمين الاولانيين في اسكندريه، وفيلم الثالث كنت اتمنى ان انا اصوره في اسكندريه، بس هو كان شرط المنحه ان هي تبقى ان هو متصور في عاصمه، فاضطريت ان انا اعدل يعني حاجات كده في السيناريو علشان اقدر ان اصور في القاهره في الاخر يعني. بس وكان كده كده الفيلم يعني هو يعني بيتكلم عن شخصيه اكتر، كاركتر بيزد يعني. وانا كان واحد صديقي اصلا هو الممثل الدور كان معايا في المدرسه زمان، فانا حاولت اهيئه يعني على القصه على المكان اللي هو يبقى فيه، بغض النظر عن ايه يعني. ما كانش فارق معايا قوي المدينه يعني، كان فارق معايا هو. بس الفيلمين التانيين كان شاطر عمرو كان رنتاج ورشة الجزويت، وكانوا مفردين ان احنا نصور جوه المركز ده كان لازم. البحري هو اللي انا مصوره بارادتي تماما، كنت مصوره بحري لان هو كان هو يعني متاخد عن موقف حصل لي في الحقيقة في منطقة بحري، بس فانا حبيت ان اصور في نفس المكان تاني عشان يبقى تقريبا يعني بستعيد نفس الاحداث يعني الافكار يعني. بمناسبة عيد الأم وإيماناً من المكتبة بأهمية دور الأسرة في حياة الطفل، نظمت وحدة البرامج والأنشطة بمكتبة الطفل احتفالية عيد الأسرة. هي مكتبة اسكندرية هي ليها ميشن
ان هي اصلا تطور المجتمع ككل يعني. ومكتبه الطفل بتدعم دور المكتبه طبعا الكبيره من مكتبه اسكندريه في ان احنا بنحاول نطور مهارات الاطفال الفنيه والثقافيه، تشجيعهم على القراءه. احنا بنعمل انشطه كتير جدا بتدعم الاطفال اجتماعيا ان هم يطوروا الاتيتيودز بتاعتهم، لانجويجز، الكالتشر عموما. وان هي المكتبه بتفتح الاولاد نافذه على العالم كله، ان هم من خلالها يقدروا يتعرفوا على كل الدنيا من خلال المكتبه. احنا عندنا الأورفن دي، ده بيخدم الاطفال الايتام ودور الايتام كمان. ده بيكون في اول جمعه من ابريل من كل سنه، وبنعمل سمر سيليبريشن بتاعتنا، والاحتفاليه بتتعمل كل سنه بعد انتهاء الموسم الصيفي، ودي بيشارك فيها كل الاطفال يشاركوا في الانشطه بلس اصدقاء المكتبه ولانج فالنتير والاستاف كمان. وفي اضفنا السنه دي ايفنت عن السنه الجديده، بيتعمل يوم 1/1 اول يوم في السنه، واضفنا ايفنت المادر داي. شهدت مكتبة الإسكندرية خلال هذا الأسبوع بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات حفل فريق صوت في الزحمة. مشاهدينا، تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع القادم.
مشاهدينا نرجو انكم تكونوا استمتعتوا بحلقة هذا الأسبوع، ولمزيد من المعلومات عن أجندة مكتبة الإسكندرية زوروا موقعنا على الإنترنت www.bibalex.org. انتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.